السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أستكمل معكم المراجعة العامة، وأحب أن أؤكد على أن المراجعة هي عبارة عن تأسيس، وهي شيء مهم جدا جدا ويستحق المتابعة. وبإذن الله في كل حصة بكتب واجب خاص بهذه المراجعة، تمام؟ أتمنى الجميع يستفيد. في البداية أشكر جميع الذين شاركوا وأرسلوا الواجبات على الخاص، هؤلاء فعلا صفوة وهؤلاء يستحقون الشكر والثناء، تمام؟ الآن بنكمل موضوع الطرح والجمع في البداية، لأن بعض الناس يعني كان عندها بعض الأخطاء، تمام؟ أول شيء عند الجمع والطرح أنظر إلى المقام، فأجد أن المقام الأول كما رأينا 9، 5/9، والمقام الثاني 3. فعند الجمع والطرح يجب أن تكون المقامات متشابهة، يجب أن تكون المقامات متشابهة، لكن المقام الثاني نستطيع أن نحوله إلى 9. كيف نحوله إلى 9؟ سامع واحد بيقول لي يا أستاذ ينفع نحول 9 بأن احنا نضرب 3 في 3؟ ده كلام صحيح، يعني أضرب 1 في 3 وأضرب كمان 3 في 3، فيصبح عندي إيه؟ فيصبح عندي المقام الجديد 9. ليه 9؟ لأن إحنا قلنا إذا تشابه المقام بننزل نفس المقام. المقام الأول 9 لأنه 5/9، والمقام الثاني أيضا 9 لأنه أصبح 3 في 3 ب9. طيب والبسط ماذا نفعل به؟ نشوف البسط الأول 5، أما البسط الثاني 1 في 3 ب3، لذلك أصبح 5 ناقص 3 يعطيني 2، يعني الناتج كله 2/9 وانتهى الأمر. التمرين الثاني ألاحظ أن المقام الأول 3 والمقام الثاني 4، لا يمكن تحويل 3 إلى 4، فماذا نفعل؟ نعمل توحيد مقامات عن طريق ضرب البسط والمقام اللي فيه 3 في 4، يعني أضرب البسط والمقام في 4 وأخذ 3 اللي هي مقام الأول وأضربها في بسط ومقام الثاني، يعني أضرب في 3 البسط والمقام، أصبح عندي المقام الجديد هو 12. جت منين 12؟ سامي واحد بيقول لي يا أستاذ 4 في 3 ب12، وكذلك 4 في 3 بتاعت المقام الثاني 12، خلاص يبقى المقام الجديد 12 لأن المقام لا يجمع أو يطرح. طيب والبسط يصبح كام؟ 4 ضرب 2 8، 1 ضرب 3 ب3، 8 زائد 3 11، يبقى خلاص الناتج في البسط 11، يعني الناتج 11/12. طيب السؤال الثالث، سؤال جديد ما شرحت زيه أمس، لو كان عندي عدد صحيح وأبغى أطرح منه عدد كسري اللي هو 1 و2/3، أعمل إيه؟ أستلف 1 من 5، الخمسة إذا استلفت منها 1 أصبحت 4، سامي واحد بيقول لي 4، تمام. طب الواحد ده بكام؟ الواحد ممكن يبقى 3/3، ممكن 5/5، 7/7 فعل 1، 9/9 بيعطيني 1، لكن أنا هكتبه 3/3، هو ده الواحد اللي أنا استلفته، هكتبه 3/3، لأن 3/3 فعل 1. طب ليش كتبته 3/3؟ حسب المقام بتاع الكسر الآخر، الكسر الآخر اللي هو 2/3 مقامه 3، فهكتبه 3/3. طب لو كان مقام الكسر الثاني 7 هكتبه 7/7، ولو كان 9 هكتبه 9/9. طيب أصبح الموضوع جدا سهل، المقامات متشابهة 3 يبقى نزل مقام 3 واطرح البسط، 3 ناقص 2 يعطيني 1. طب والعدد الصحيح؟ نطرح برضو العدد الصحيح، 4 صحيح ناقص 1 صحيح يعني يعطيني 3، يعني الناتج هو 3 و1/3. طيب انتقلنا الآن إلى عملية جديدة وهي عملية الضرب. من أسهل العمليات على الكسور هي عملية الضرب. لماذا؟ لأن عند الضرب نضرب البسط في البسط، يعني اللي فوق في اللي فوق، والمقام في المقام، وانتهت العملية فقط، ولا تبسيط ولا مقامات ولا أي شيء. يعني واحد يقول لي يا أستاذ المقامات مختلفة، ما تفرق، مختلفة أو متشابهة ما تفرق في الضرب، تمام. لذلك نضرب 1 في 1 يعطيني 1، ده البسط، ونضرب 2 في 3 يعطيني 6، اللي هو هذا هو المقام، يبقى الناتج 1/6. طيب إذا كان عندي عدد صحيح وكسر،
عدد صحيح وكسر. نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجة اسمها رفع العدد الصحيح. اهو رفع العدد الصحيح، بضرب الاثنين هذه في التلاتة اللي هي المقام. اتنين ضرب تلاتة بكم؟ سامع واحد بيقول لي ستة. ستة نعم. طيب الستة دي اعمل فيها ايه؟ ازيدها على البسط اللي هو واحد. ستة زائد واحد تعطيني كم؟ تعطيني سبعة. طيب وش صار؟ الاثنين خلاص ألغيت وأصبح الواحد سبعة، يبقى أصبحت سبعة على ثلاثة. طيب العدد الثاني وركز معايا عشان ما تخطأش، بضرب الصحيح اللي هو الواحد في المقام اللي هو أربعة. واحد ضرب أربعة يعني أربعة، ضرب مش جمع. واحد ضرب أربعة يعطيني أربعة. طيب الأربعة الناتجة دي أعمل فيها إيه؟ أزيدها على البسط، البسط كان واحد وزيد له واحد وزيد له أربعة يعطيني خمسة. يعني أعطاني البسط خمسة والمقام أربعة. طب والواحد خلاص اتلغى اللي هو العدد الصحيح، يعني أصبح كسر ضرب كسر. طيب نضرب كده، البسط سبعة والبسط خمسة، يبقى سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين. طب والمقام؟ المقام ثلاثة ضرب أربعة باتناش، يعني الناتج 35 على 12. تمام. طيب رقم 6، رقم 6 فيها فكرتين. الفكرة الأولى إن أنا أرفع العدد الصحيح كما رأينا، بنضرب العدد الصحيح اللي هو 3 في المقام اللي هو 4، 4 ضرب 3 ب 12. 12 ونزيد عليها 1 اللي هو البسط يعطيني 13، ده البسط. طب والمقام؟ أجعل للمقام مقام واحد، الخمسة أجعل لها مقام واحد وأبدأ أضرب ضرب طبيعي جدا جدا، يعني أضرب أربعة في واحد يعطيني أربعة، ده المقام. وأضرب 13 ضرب خمسة يعطيني 65، ولو حبيت تضربها حبة حبة عادي أضربها رقم رقم. خمسة ضرب ثلاثة ب15، خمسة باليد واحد، وخمسة ضرب واحد بخمسة وباليد واحد ست، يعني يعطيني 65 على عام. تمام. وأشكر لكم حسن استماعكم وبعرض عليكم الواجب حالا. والآن مع الواجب المطلوب حل من 1 إلى 6. وبصراحة لو انت فكرت هتلاقي ان الواجبات تشبه جدا المسائل. راجع ووقف الفيديو أثناء الشرح لو انت مش فاهم وعيد، المهم تتقن هذه المهارات. وأشكر مرة ثانية المشاركين وأتمنى من الجميع يشارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.